على الأرض التي تشرفت باحتضان أمير المؤمنين عليه السلام، أبدعت ملاكات قسم الصيانة الهندسية التابعة للعتبة العباسية المقدسة في إنشاء مستشفى للعزل وإنعاش مصابي جائحة كورونا المستجد، والذي تم افتتاحه اليوم بحضور نائب الأمين العام للعتبة المطهرة وأعضاء مجلس إدارتها المؤقرين، وعدد غفير من القائمين على خلية الأزمة في محافظة النجف الأشرف وإدارتها المحلية. مستشفى أمير المؤمنين الخاصة للحميات أنجزت ب18 يوما، المدة المحددة كانت 25 يوم، أنجزت قبل المدة المحددة، ونحمد الله ونشكره عليه. نود أن ننبه أو ننوه على قضية معينة، وهي قضية أنه في آن واحد وفي زمن واحد لمدة شهر فقط من 25/3 إلى 25/4 يتم إنجاز 3 مواقع لمستشفيات خاصة لهذه المرض، مرض كورونا. أولا شكرا إلى مستشفى أمير المؤمنين التخصصي العائدة إلى مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني بتبرعها لإنشاء مستشفى خاص للعزل، خاصة في هذا الظرف العصيب جدا اللي ما أحوجنا إلى مثل هكذا بناء. مشكورة إدارة مستشفى أمير المؤمنين التخصصي، والشكر كل الشكر إلى الملاكات الهندسية في العتبة العباسية متمثلة. أولا الشكر يجب أن يكون إلى المتولي الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي، كل الأخوة أمانة العتبة، وكذلك الكادر الهندسي. المستشفى الذي بني على مساحة بلغ 600 متر مربع احتوى على 24 غرفة عزل صحي منفردة روعيت فيها كل المواصفات التي توصي بها الدوائر الصحية العالمية، إضافة إلى غرف للكوادر الصحية وغرف للتعقيم وصيدلية كبيرة. بعد تكليف سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة وقسم الصيانة الهندسية بإنشاء ردهن الحميات في مدينة النجف، توجه قسم الصيانة الهندسية بكافة الكوادر، ومن ضمن المخططات اللي نفذها مردها عبارة عن 24 غرفة سويت كامل متكامل 4x4 مع كافة ملحقاتها من التبريد ومنظومة التهوية والكهرباء ومنظومة الإنذار. ما يبدر من العتبة المطهرة وملاكاتها من دعم ملحوظ للدوائر الصحية وإعانتها في شتى المجالات، ما هو إلا شعور بالمسؤولية للتكافل والتكاتف في مواجهة جائحة كورونا والسيطرة عليها والحد من انتشارها في بلدنا الحبيب.